اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يخلق دي عبديس غردنيث للعبادة بجد في عدد يقرد الجوانيس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يخلق الكون القاع أكل خلال خالي للبيس خالي شوالي تولن خالي الزين مرة أكل إلى عبد يومي دي خلق يخلق في الدين عبديس باش يتمتع الزخي باش يساعد يثوذ في العين، ولكن الدخل هو الإذن سيد ربي دخل من المنهج سيد ربي أي ندار يخدم الصلاح ويخدم على يفسد. ولكن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتمثل يتحذر دي عبديس أسيقار أين لن تدوني مرة في اللقاء تدخيقها يا عبديو، ولكن هو كذا زين شغال شوين إكدفكير وتوخاف لي كلمة كيف دي قاسي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقاد قوليس وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا تفكرون مرة من تخلقها كل الدنيا تخلقها وانت دفع الجلال من العباد باش أتستمتع بذا غير. ولكن الذي قال اليوم الحديث القدسي إن ذي ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا يشغلك ما خلقته لك عما أنت له. إن دخل إن ابن آدم إن دخل قد مرة كوين الناس الدنيا فعلى جلالك تدخيقا إن دولا كي نفشينا خيقاك أفعلى جلالك إن دولا كذا سنشغل بفين إن دخل غيرتين أفين في شواء خيقاك المعنى إنس دولا كذا سنشغل بوين يدفكيا أدي يتشوى بمكينيا بليغة كيف يدفكنا نشتنيا كم إيه مثلا العبد من قلنا ونسأل سيد ربي إزدي نعمل سيد ربي نعيش ديفكا أبي تمتع دخي بوين إزدي فكا وثقنا وسيجعل البركة وذي سعد الدوليث العين. ولكن من قلنا إلهام ويلك إزدي فكا كمية يتسو سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى أفي عدسو سويلك إزدي فكا سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب شيئا غير الله عذب به. إن دون أي حمين كرام قذين سيد ربي إن دي سيسا يسعس سبحان الله. أكبر أي مثل إذن تبويز دي نعم ويسن شغير من الدنيا إذ وين أكوز ديفكا دي غير الدنيا الصحاس الدرياس الشيس ذين أكو إدسمني الشهوات إن النفسي يسمر أكو أدي تسو سيد ربي سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ سيد ربنا الخالق إياه دقيقة إذا نسانا نسوي القيومة غاسي فيها بذي النعم بين يغدار صوت بين يغدي في كبرة أهل الحمد لله نشكر، ولكن نسانا إذا نزولوا نسانا إذا نسوي فيها من كل ذلك دي فرق خزار دار نعم أنهم أفيد من الملك دي نسانا كما يتمنى؟ إذا ذاكي إذ إيه مثلا إيه فرقنا العباد من دون إثمار نفسي يسمعف يوم الصنف قيدك إجعفن دوني ناس ندي في كاسي ربي يوم الصنف قيدك أنتسال ما خلق سبحانه وتعالى السيد ربي إسعاد القوية والسيد من مقرن النعمة من ناس ندي في كاسي وكي ندي ننسى وثم طورنا الدوني سوين ناس ندي في كاسي سبحان الله. أكيد مثلا إذن الصنف مزوره إذوي ذاك يثور أي مثلا الدوني وي ذاك مثور الدنيا أن نسل شو ويا ونسل شو نسيب ربي عندي دقيقة شو نسيب ربي نسل ديف كان إلى كنا نجيب إيه لا شعر ما نكنا عندي النعم كما يتبثل. إذن أي مثل الصنف هي أنزوى نومي بلودا ذا الصنف اقتعلقا غف دنيا
كشم دوني الذخي بويا وصل ويتسنى لهم سي مكتوب ويتسنى لهم شوية نزدك دار سيدي ربي ويتسنى لهم السيخاف يتسنى سدوني يتسنى كان سدوني يقال سدوني ما يوقع أدي ربو الدوني ما ديوكا ما ديوكا غاف الدوني سبحان الله ما لقنا يفوتي الكرامة ندوني أتفضي فغتي عافي أتفضي انشغال أتفضي انهاث انغاث الغم انغاث الهم أتفضي تسجموه يسا فينك النغة يفوث لك النغة أي المثل أولي قال أولي سيال حشام أفيريا إفي لا يسخمين حشام أفيريا إفي انشغال كان أي المثل أي تسخمين أم كاتل الدوني ثم بعد أم كاتل لنا في 20 سنة أثيرا متأتي 30 سنة شوار أنا كان يخدم لبروجي دافنية لن أعلاد مثلا يخدم لبروجي السن علمي والسن سوى المقابة كان طول الأمل ناس الاسبوع غنجر بيجي يومني ليه مثلا أكيد نعم هذه فلوم إذا صغل ورويش 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 معنى أسن يغمن المستقبل إيوارو بارس غرزاف أما كنيمة وسعي لرما أخلاق من دقيقة آثم درسهم سبحان الله إنيس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسمين السقسان من نسي أبي المؤمنين وزنت جبال الشيم الولوي إنيس عمر بن عبد العزيز إنيس ملك ذنثني نضوع عن سيد ربيهم أكنني ديرزق أبي ديرزق إني شو لكن ماذا قل له عوصانت وثن تعاون غرغة في العشية لسيد ربي وثن تسجل على الشيء سرع صور سيد ربي سبحان الله إذن وقلنا أن يعرف أنه من لما دي مثل أنه من لما دي غضر دوني ذاك يوم من الناس يخاف إذن ينعتسل داخل الشيء ينعتسل داخل الدوني أمن يسعوني البحروث يتشفك أسيل عوم حشو ما يغرق داخل كما يتمثل أتصب الخطر إيش نتهنى لهم إما يتشد ماي أفين الله دلما ضين وروحاس يفوتيتو كرادي الدونيث وذي ويتم تعالى ذاقيش ودي حلالة ذاقيش وعما انتفض يقاد أين دي الدون المستقبل خطر الشيطان سفر وتسطر إذا إلا قد حلق إلا كي يكفون ولا عدد ماذا كنا موت سنسفر دشات يكفون وصعد دشات يكفون إذا ألي مثل الزخي يحليهم إذن ألي يحسن في أيدي فوذر ودي حلال ديس ألي يحسن في أفي المستقبل ألي يوان أذي الطفياس أذي الطفل قلنا والحضر ما ينسى شكل البعيد أنجر في جمولين الجهنة ما يتمثل ظل حرب مسدوني ولي قالوا لي سيان ولي تسكن هني مانيش ولا هو خامش ولا ولا وش ولا ولا من الخمر ما يحمليك انت حمل في دوني ما يواضيك عشان ودي سفيد لك ادي ترى اللي مش حاجه دوني سبحان الله اي مثلا الصف والسين بالصف والسكرة ام كان بوليس ادونيث ام الدوني سعر ام كان دغي بوليس يومن سيدربيو يومن باللي دونيث ذا فريد تشاف الضرب هذه وثلاثة عادة ولكن ماشي المستقر في غير ميديس لابول في اليوم يعني يسوي النعمة ومسلو النعمة يعني يستظر مشي بخاصة قربيهم ومن حياة الدنيا إلى متى الغرور يعني سكين خضار بما دونيث ماشي كمي ذا خاميو إذن الصنفة كما كما تسخمين إزرانا السيدة ما زكاو يشيث إزرانا اللي أنا المقربين سي الحقيقي ذي أخذ إن زدف كاسي قربي أردوني ذي سخدم إياها في نس باش اللي حلم أعويني الهان أثيوي يدس إزرانا اللي أنا الدنيا مديجا وتسوى ذلك في الناس ما لك لما يقوع سي قربي سبحانه وتعالى ويربني ذي فريد الدين أكل في الدي رزق نسان أذني الدي رزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
ولاش كلام يجي زرع روح لي الدنيا تزدي في كرار رزقيس العبد المؤمن وتسوى دارا رزقك إلا ضعيف تبع ما بديش وتسعى صرا وتسوى دارا ما فرزقي وكان قوين أريد الإنسان المؤمن بالخير ما بيقنا نصابي دويني الآن أدعي من سيدة ربنا ذي إشكار ما بيقنا إصابي ثي وين نمن أحج صبار على إصبار إذن الإنسان المؤمن أليس مقلب زدخل الشكر ودخل الصبار حجم بسمنا ليوم غلو خلق ونشتغي مرة أديزي في السيخة أي مثلا ما يحب سيد رب ذي إشكار ذي الخير أديزي في الناس وما ذي قلي إصبار ذي الخير أديزي في الناس سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة ما في العيب ذنس حاشا الخير سنيس ودو كان يحب مثلا والإنسان المؤمن ماشي ذي الخير من الدنيا ليوم بالعكس الدنيا تبع العبد المؤمن من في كيف يسيسا ديال في الدكس وتسجى من سيد ربي سدينا لك عن الدنيا ينسي الدنيا من خدمني فخدميه ومن خدمك فتعبي ينسي الدنيا ينسي ولي يخدمني كي نخدم في اللبس ينسي ولي يخدم في اللبس عاد شهيد الرسول صلى الله عليه وسلم إن من كانت الدنيا إن من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أذن تبع الدنيا تذفير أخطأ مسد يخرج ساعة شوي مشي الدنيا إذا الدنيا تدفع ذفير إذا الدنيا غير مؤمن الكوسي سيلا مشي البويس سيلا بوس الجريعة بديسي مؤمن أي ديالي الكفوسيس ماشي بحرمة حرمة إيمانيس أي حرمة خميس ولكن شوى النيغ إزديف كسيدة ربيع أثيق من عيس وإزديف كيفاركا هذا الشارك للمؤمنين الفقراء ذو المساكين المرة هذا يخدم إيا خارفينس وإن لدي حرام هذا يسعول عبد المؤمن الشيع لا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الأثرياء يسعى الشيع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسعى الشيع عثمان بن عفان رضي الله عنه يسعى الشيعة للصحابة الكرام لأنه يسعى الشيعة ولكن استخدمت إياخر فنسل وحرم لنا الإمام السيوثي ولكن الفقراء المساكين مثل جماله وذن السيد رب مثل ذن الشيء في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح المال تحديد دي حلال وتصرف دين حلال المال اللي حلال سيد ربي حتى غير مثلا وك اثي تحلل ذي حرام نشتكي ويجي وغير كتسمى العام الحق سيد ربي سبحانه وتعالى قصدي حلال اذا تحلل اذا تحلل ولكن وين كتسمى العام الحق سيد ربي اتذكر شيء وتصلحين بالفقراء المساكين اكشاتين دويديهم اكشاتين دويديهم ديفك سيد ربي اذا نعمل المال الصالح في يد الرجل الصالح أثنى حلي دي حياه وأتصرف دي حياه أهل ترمى يتمثل من المقية أصحاب الملايير يقول لي سعاد الثروات المقاحنين السعادة إلا تهنن تهنن لثو ذات نسل الأغلبية يسلو تهنن نرى والمجرى يسلو تهنن نرى ما لي ما قل لفاتونا نغي ساكن أثنى زرثة يقول ذي مثل شديد أمي أسي خدم عندها شيء فاد أم كانت فخ من سد اسم مريمث أم كانت شيء فرق أشتكي مرة بين هذه شعوب بين السخبة من الزخي العقيز بلك هذا وإنك نغيك حميك نغيك قرب الغرس يتمنى أدي أدي يسير وقت أدي مثل أدي فرق الشينس سبحان الله كان يتمثل ولكن أيها الإنسان الضعيف ماذا قلت في غيرة السعودية هنا عندي تدريني تبعيد أستنيا ماشي بالقصر هذا تكسره ماشي بسكر رسمي وسعنا ركني غاشي ما تكسره ما تركبه
ماشي ليزا بيوم مثلا مثلا بتصب وضعني ست ماذا قلنا هذا الشيء ماشي من الشيء الدنيا ماذا قلنا بتكسرت ولكن ماذا قلنا 19 بغى سيدي ربي ماذا قلنا 19 الدولة عليا سيدي ربي كيف عاد بغي سيدي ربي اشحال وذاك اجعل ذن الدنيا ودي مكتر انا وين زين سيدي في كان الدنيا نعد سال من داخل خطر ماذا قلنا وثم من دارا سيدي ربي وثم من دارا سيغا ثم كان الشيء اللي يهدي فيها الدليل اللي يهدي فيها الصحه اللي يهدي فيها سيدي ربي سبحانه وتعالى كاعد سوي شوي شتني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب شيئا غير الله تعرف ديما به ولا يحمي الكرام بوثين سيدي ربي يسالي تشاتشي وهي مثل العبد وذن سوكتير الموت وذن سوكتير الخلق اللي نعد سبدي الدنيا اي خطر غرور سكوت سفرة إذا إلى قص أدي حنا غيلا يكفون ولا شو أنا يكفون العبد أنس سفرة ولا شو شو نزمة يكفون أدي بحوم يحب سلام أدي خدمه يحب سلام وصدق الله إدي إن الجويس عزيز بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد إن الويل يكون من الناس يغف إن الذين درس عش الناس عش دخل إلى العذاب شوف أقولين سبحان الله اسمعنا هذه الطفل عليه هذه السجن غفون طرحو زغير هذيك السنين العقل يسال يغيب الرئيس يسال يغيب العقل ينسى تخيب هذه تخميم ماشي غير كان يتخميم كان زين هذه الشيء اللي نسى وفين في عالم هذه في كل شيء اللي اكسا كنين اكل المنغ درهم ديالو باش ديالو القلب نو وين العين خطر يهويس ولكن يزال في الديار الديار الفوان لا فسلين كيكيكنا مزمل في الديار الديار في الزينة كيكيكنا ولكن يزال في الديار الديار الصحة اللي نسيس رحنا كن يزال في الديار وذي تسمعي ارون جارون دي العباد اكتسمعي بسهر والنس اثياف وين هني في النظر كلي بردان هذه تسمع قاي هذه ويمول الأولي في سادة شديون ثلاثة شر سادة شديون في الزيس في سادة شديون ذينا أري عقيم اليوم الدنيا الوين تسيك شين سيد ربيو سن حكمة يسير بالغة ولا شو يجي في نواير ذي الدنيا ميفن العباد قوغرزا سوين سعن دمور راس ربيو يقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرم يد مثلا إذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتسكد الرزق العبد ويتوسع الفلاس ولا نويد من يكسديق سيد ربي سبحانه وتعالى الرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن يشتري اسم حكمة يسر البالغة يزرنا شنين أرين سيد ربي ذي السياح إلا نيس حشى الخير إلا نيس الرسول صلى الله عليه وسلم إذ مثل يروس وسنة ربي يخشم الرؤوس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويفاتي التصف في يوم وحسير ذي قاع إذ سيس توفيتي ذي قاع يتسمى قيث ولا شكر من طراح ولا شكر الطابوط ولا شكر يوم حساب القاع إذ وين كان يكسر القاع والجانب يسمر ذي النقاع عمر بن الخطاب طرفت دول الإسلام طاول يسلو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أكي مقيد إنيس لشون كي يسلو لك يا عمر إنيس يا رسول الله إنيس الملك الروم ذو الملك من الفرس ذو المشركين ذو الكفار ينسى تسمع قبل الحلم اللي تعيش انت في هند الدنيا ينسى ولكن كشين انا تصوير الحلم اللي ذو الله سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شي سينا يغلب ذو ميسنا زبوا ماشي سينا سينا تسعيد الحق وبيقيد لذاك ينسى في شك ان انت ابن الخطاب ينسى نجلك ذي الشك يا ابن الخطاب إنس أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة إنس ربنا عجلز بالدنيا تنسن
سيد ربنا عجيز دي خير دي الدنيا إني شوكي لكني فرد فما خاف فطر الدنيا أرمش تعيني تشاك ولكن ما خاف نتشاك أنا وغورك هذا كي عجبنا شنسل من الدريسل سيد ربي فغانا هني عدسل يسل سبحان الله أطاسنا العبادة يعني مثلا السادي دوني شنسل للعلام الدريسل للعلام خير وين كسبن للعلام وروفي لنا لهنا لدي الشمسن لدي الدريسل مزيرا في سيد ربي سيد الدكي هنا وتتصور راني الشيء وتتصور راني الدريا يقال لك عندنا دي المؤمنين دي السلف هي مثلا سيدنا لنا مزايا الدنيا وتزدغى لها ويا ونسل تزدغى في السلسل وتزدغى لها ويا ونسل أثنت فض الفقراء مسعين لهم ولكن عاشوا بين هنا ولا شو بقى عاشوا بين هنا اللي يسن إبراهيم بن أدهم رحمه الله حكمت في الناس العلماء لن نقاتل في الصغور وتسعها هذه الدم أغرب أثي 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 قلب دخل قوامان لنهر الفرات يروح هذا فيج زاد تلاميذ تلاميذ نس إكساري ولكن ما شو نسي قار أنو قلنا تساعد النجنة أنو تهنان النجنة سبحان الله إن شو كان على من الملوك ذوالون الملوك ذي لهنا ما يخدف كسيد ربي إن يصار كف حنس السيوف أكايد مثلا ولكن أزمي الرأس أصل هنا من العبدي مؤمن يفكي السيد ربي ماشي دغار جيفيس نرى شوف القشيس من الكرة ولكن يفكي السيد الضغي بويس والسعادة لنا تنافي والغار وحنا من السيد ربي إذا نزمي الرأس تكسر غرس السيوف نزمي الرأس تكسر سبحان الله رجع يا ربي لي مؤمنين ليه مثلا قارون إسعان أين أقب يري عقيد الشيم ولكن تهلنا إذا كي صاد بيغا ذي الشم أين الفتح للخز لنس وزيادنا مثلا الفذلي غشيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوك بالعصبة أو للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين المخز لنس الفتح للخز لنس وزيادنا الفذلي الجماعة قرقزين ولكن إذا مثلا يترامس الشينينس ويومين الناس يخاف أن إذا مثلا إذا يصوت الشينينس يخسف في الله السيد ربي القاع فخسفنا به وبداله الضرب تسفي عيد القاع سنسى الشيس يخطر ويومين الناس بلي السيد ربي نزدي في كان الشينينس ينس إنما أنتيته على علم عندي ينس القوين ومسنين 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 ماشي السيد ربي ويذيدي في كان وسيد ربي يعطس فيه الشينينس ويخسف في الناس القاع قال سيد ربي سبحانه وتعالى فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لنا قد يفعل الحباب يسف نصر قد يفعل الدكي يسف نصر قد يفعل الأزرار إزرار يسف نصر قد يفعل يقدر حميد 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 أف نصر ليه مثلا تسجيم الدنيا ومسعينا زي ما سيد ربي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غرس وتسعى في الأزل تفرد سجيزي من رسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها جرعة ماء إن لو كان تسعى الدنيا أزل تفرد سجيزي من سيد ربي إن دون سفر الكافر أنه من أصر بهم في جقب ومنة السوريس سبحان الله كم يثمثل تسجيم إجرار يا عباد الجنة ظريف الجنة ذكر سيد ربي هجر القرآن الكريم هجر المصاحف من القرآن الكريم هجر سن العبادة من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وسيد ربي ليسي وما الحياة الدنيا إلا ما تعلمون الدنيا ذهبت غروة من غروة غروة عسيمة قال خلاق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إن ضغور مثل الشنون ذبرون أكون السوف غني وبريد سيد ربي أشتني حرام في الاسم أسخم أينني هرم أفعيه الاسم ماذا قل لك ذي العفيك فبعن تبسلتك ذي الخاسر إقل لا يثمثل خطر الأموال
للأولاد الشيم أكون دريا أم كانت عرضت الشيم كانت عرضت دريا أتصور مني كني ديف كان وما يعجبك سيد ما يعجبك سيد أكني كيسا أرمشت عينك أكني كس خلاص وتصفر وتصفر أشحال قاعد إدي كانوا سرعوا فندو حسن وقالوا حسن أول فمينا نسوزن فمينا نسوزن مرة وحسن دي وقالوا أشحال هذا دي إقد صن سعان كانوا سرعوا فندي منسن ورسال دجوني سعان أم كانت تشور وين إدي في كان الشيمين وين إدي في كان داريانين كيف ماذا؟ أقروا من إفعال ذلك فأولئك هم الخاسرون وين أثني عبدن أدي سوسي لربي إن الملاد الخاسرين لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يروحني يقول ذلك مثلا في غزوة من الغزوات يقول شيء اسمه غانا إن في محمد صلى الله عليه وسلم يمد يقول في سرسل سنين بيسي نيسيا أبا بكر نيسا شوف جير أخمي ينيس جراس سيد ربي ذن في محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله ولكن أعترام مثل ديناس وخمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول النفس الشيش فراني يقول ليس سترى بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا طعم أخامشي مثياز لا والله كم يتمثل ولكن ذيني إيو فندي يخاف السني حبيب من سيد ربي سبحانه وتعالى دوني تشفى كان في العباد كل سيد ذائقة الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إيلاق العبد يتمثل أدي ذا الحقيقة الزن والنيس ماشي ما دي هذر يونغى في موثن بعد ذو الحدث في فياقي نغد يكرم من الدنيا ازده الدرمغى في الموثن ما قيل الحقيقة دينا ذا ذا دينا جدي دينا لا يبدك يتسوي ذاك كل السوي من غرف مقرين شو ما تسمى قيدر الحقيقة دينا دي سن دي نفعيه ما تسمى قيدر الموثن أدقي ذا ربنا من سيد ربيهم وما أدقي ذا ربنا من سيد ربيهم أكشف سيد ربيهم أنا سعشت مع جدينا أشعر السعادة أين غاز دروسي يقل من الدنيا ولكن تكمل سويني في غربية والعمل الإنسان الخاتمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم الخاتمينك أبنى دمر من الإنسان صراحة غركة تروح الخاتمينك الكثرانة أي مثلا كحبيب النسي غربية الأنبياء الصالحين الأولياء الفقراء مذكرين أبي السين والعبدون سينار الفقر والسينار الدنيا العبدون سينار الفقر يعرض يسين الدين كيف مثلا ولكن السين ما نسعيش إذ مثلا تقول الوقفة يقدر يسعان الشيء ولكن ماشي بخير الله وقذن المستقبل وقذن الزاد من التفياس من تطفل القلام يفغذن يعرفي شو بدنا في الدار ينسل خدما يوالو بالا نسل أبا شوق من المستقبل نسل المستقبل الدار ينسل المستقبل الدار ينسل والدار ينسل الزاد شو نسيدي ربي سبحانه وتعالى بلد إنسان يقدر سقن وإذا إنسان يقدر نفقن أي مثل يقال دخل الله سبحانه وتعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقول قولا سديدا العباد أسوى نظرة في الدارية لكي مكان دواء؟ لا أسوى نظرة في الدارية لكي مكان تعيشي بعدين ما تروح؟ لا لا وما جعلت تشتد ليس عيشي زمنا عيشنا خير أخذت معيشة ليس عيشنا كذي الوقت اللي قد لبكا من نظر غيظة ذي الخير يقصر عبد الانسي ربي يقصر يد الفقراء يقصر يد المساكين يقصر يد وجيا كيف مثلا؟ أدقاء فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خمس ثمانية سيد سبعة ثمانية سيد ربي وتسوي الثلاثة وتسوي الثلاثة في الدنيا خزر كان يك مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد وجه النين قلانا الجوف الثالثة ثالثنا ذي عدونا ربي وتسوي ذنا ربي عفسنا وجهنا عفسنا مغفول عفسنا ضعيف ولكن يوجي بدل ويسني شجاع سيد ربي إيش جاسم ذن فين من أولي العزم من الرسول سيدنا موسى عليه السلام وإيش جاسم سيدنا الخضير عليه السلام ذي شيء يسيني كشمنا الخيطة الدفنية
الشيء صنع بالليمة تدتني من ديها دمنا ربيع وحمينا الخير وحمينا الفعيل العين والفعيل الخير وحب ربيع سيد ربي سبحانه وتعالى يقول لي هذي باش الحذن غفل أفل كنز الشين دي جام ينمغى من عباد الله الصالحين يخدم من الخير اسمي جموثي جد الرويس لي وجه دي مشتوحن ولكن الشين لو كان ثو فينا العباد تدفنا أدف شين وسنت تجل لنا ولكن يحرف للسيد ربي سبحانه وتعالى إيه أمشي يقول لي هني تسيد ربي سبحانه وتعالى عاود نسي بنين الحير بنين على خطر داخل الناس يسي يسني جاب كنز نين أنشتاني إيه هناك أيات مثلا هناك أيات مثلا على قدر وسيم أروض مقريث باش غادي قلنا من بعد يغيي ما سعيوذا وما لا سعيوذا نذلون غير الأنسس الحرنة أذف الكزنة دي جابة السن ونستقيم أنس يعود الفضل إيوشو الخير من الخدمك من بعد السن قد وأما الجدار فكان لغلامين في لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح ذات السن من عباد الله الصالحين وسيد ربي ليس تجملتي ذات السن لك من عباد الله الصالحين يحرف الفروس الفروس الباريس غسيمو ثنسامي الله ربي يحرف في الناس إذن كتشيني ما يعمل أزمي الرأس ضمانات المستقبل قروي قرو 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 قروي ولكن أنت ضمان الصور شي سيد زمان الضمانات شو بريد ربي ماذا قلت خدم أي خير تشيني من حياتي تبع ذري دخلاق ويوروي تستعلمت طلع بريد الدين وتبعنا بريد سيد ربي شوي يكسر سيد زمان أصدمان المستقبل أما دي دوني دي يخاف أما المستقبل قروي سيد ربي وثني صغيرة وثني تجارة إذا نسا إدي رزقي بزولة نسا إدي رزقي نقولة كما يتمثل دوني يورس فوتي صغلي فرام المؤمن دوين يخدم يا خاطينس سيدا بوسي صغيرة دوني ديس ماذا يقول لك شيف خمضي سياح لقاع تهضر بين إله تسلل هذا الغشي تزرع بالمحبة تخلض الخير الفقراء ذا المساكين تقرص بالجيران لك ترفض الوالدين لك تربط دليل في رضا ربهم في رحمة للعالمين تخلق الخير من حياتي تهجاب وسوء أقفي ندم لا خاطين كذا سوء نعم سوي جنسين إجموث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه مثل يقرد الآية الكريمة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.